شرف الشقيري من مكتبنا في الرباط. فاجأها المرض أسبوعين قبل موعد الامتحان، ورغم تداعياته عليها وقرار طبيبها البقاء في المستشفى للخضوع للعلاجات الضرورية، إلا أنها رفعت التحدي. زينب تلميذة قررت أن تجتاز اختبارات البكالوريا في مركز امتحان خاص بها بجانب الغرفة التي تتلقى فيها العلاج بمستشفى السويسي بالرباط. من نهار اللي هي أوسبيتاليزة هنايا، خصوصا من تطلع واحد الغرفة خاصة فيها المستلزمات كلها اللي غادي تحتاجها والراحة، هذه أهم حاجة. الحمد لله كملت لي بريباراسيون ديالها واستعدت لها نفسانيا، ولا حتى الصحة ديالها كتحسن شوية بشوية. واخا يلاه بدات لو تريتمون ديالها في بروميي جوي، ولكن الحمد لله والشكر لله الجانب النفسي حتى هو مهم. علينا بأنه خصها ضروري تبقى في المستشفى تحت المراقبة الطبية بعد أيام. وهاد الايام ديال المراقبه جات تصادفت مع امتحان البكالوريا. من الناحيه الصحيه فهي في تحسن، يعني ما كاين حتى شي مانع باش تدوز الامتحان ديالها في المستشفى. ليست زينب فقط التي رفعت التحدي، فحتى تلميذه حسناء حبشي تحدت كل الصعاب التي واجهتها في حياتها منذ فتحت عينيها، لما وجدت نفسها متخلا عنها، ورغم ذلك قاومت على كرسيها المتحرك. وهي التي تعيش في مركز تعتني فيه بها مربيتها التي رافقتها منذ صغرها، واجتازت كل المستويات الدراسية بتفوق، وكلها ثقة في نفسها لتحصل على شهادة البكالوريا في شعبة علوم الحياة والأرض بنجاح. خصوص تلميذة حسناء حبشي اللي في الثانية بكالوريا علوم الحياة والأرض، هي تلميذة يتيمة تقطن بالمركز الاجتماعي بعين عتيق، عندها اضطراب في التركيز وعجز حركي. مثلت قدام اللجنة الطبية الإقليمية اللي صدقت لها على الملف الطبي وخولت لها باش تستفد من امتحان مكيف وتمكنها من وقت إضافي في كل مادة غادي تجتازها. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة جهزت كل الوسائل الضرورية لتجتاز هذه الفئة امتحانات البكالوريا في ظروف جيدة، بما فيها حالة مصابة بفيروس كورونا، من خلال التنسيق مع المصالح المختصة وتوفير المرافقين وتكييف الامتحانات. جهة الرباط سلا القنيطرة هذه السنة تضم ما مجموعه 207 مترشحا في وضعية إعاقة، فيهم تلاميذ اللي حقيقة توحديون، فيهم إعاقة حسية حركية، هناك الصم البكم، وهناك الديسيكسيا، واحد العدد ديال الإعاقات اللي بطبيعة الحال عندها واحد التصنيف. وتفضل المساطر اليوم ديال البكالوريا حقيقة أولى هذا الجانب واحد الأهمية كبرى، وهذا يندرج في إطار مبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور. انتهت امتحانات البكالوريا، لكن أحلام وطموحات زينب وحسناء لم تنتهي. سينتظرن ظهور النتائج، وكلهن أمل في الحصول على الشهادة بميزة جيدة تؤهلهن للالتحاق بأحسن المدارس العليا لمتابعة دراستهن الجامعية، وفيها سيبدأ مسار جديد وطموحات وأحلام جديدة.